مستمرة انطلاقات أشواط الإنتاج، والمنتجين تنطلق في هذه اللحظات وتندفع هذه الحقائق من مسافة 3 كيلومترات. تقدم بمقدمة الشوط، انطلق بصدارة هذا الشوط، وأول الأسماء المنطلقة الحاضرة الباحثة عن الفوز عن الناموس الغالي. مقدمة الشوط والصدارة هنا حفله على المركز الأول، سالم بن عبد الله بن حميد المقبالي على مقدمة هذه الأسماء وعلى صدارة الشوط، بينما أتابع القدوم على المركز الثاني، الوصول في هذه اللحظات، الاندفاع في هذه الأثناء، هنالك القادمة والمنطلقة هي نهب. شعار مكتوم بن الشيب السبوسي يتقدم على المركز الثاني بانطلاقة وبحضور نهب في هذه اللحظات. أتابع القدوم، أتابع الأسماء، أتابع الحضور في هذه اللحظات على المركز الثالث. القادمة هي شديدة، محمد بن عمير بن محمد بن عتيق المهيري على المركز الثالث. المركز الرابع شعاري عالية، ناصر بن حمد بن سم المنصوري يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والهجوم في هذه اللحظات من العنود، عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي يتقدم في هذه اللحظات ويصل بشعار أيضا الهجوم، الوصول والتدخل في هذه الأثناء من غلا صالح بن عبيد بن خالص العامري. هذه الأسماء، هذه التحديات، هذه الانطلاق لمن ناموس أول أشواط الإنتاج والمنتجين، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى صدارة الشوط، إلى شعار السبوسي وانطلاقاته. راعي نهب يتقدم على المركز الأول، شعار مكتوم بن الشيب السبوسي يتحرك بصدارة الشوط، أحد الأسماء الكبيرة التي لا تاريخ ولا انطلاقات المميزة، بينما القدوم على المركز الثاني، الوصول من سلام أصبيح بن سالم بن عوف الغيلاني يتحرك ويهاجم بسلام على المركز الثاني. المركز الثالث تدخلت عالية ناصر بن حمد بن سم المنصوري قود في هذه اللحظات، الوصول من الجانب الأيمن، خيرة هي القادمة، ناصر بن سالم بن محمد الدرعي يهاجم في هذه الأثناء، والتدخل من النشلة مطر بن غدير بن محمد المزروعي قادم بهذا الشعار. هذه الخمس المراكز الأولى، هذه الأسماء الحاضرة، ولكن نهب على المركز الأول، نهب على صدارة الشوط بشعار مكتوم بن الشيب السبوسي يتحرك على صدارة الشوط، يقدم لنا نهب بهذا الأداء، بهذا المستوى، بهذا العرض الكبير. يا سلام على هذا الشعار وانطلاقاته، 500 متر أخيرة غادرت نهب بأول أشواط الإنتاج، وشعار السبوسي يؤكد الحضور، يؤكد الانطلاق، نهب نهب نهب، وشعار مكتوم بن الشيب السبوسي شعار لطالما امتلأت جنباته بالرموز، بالإنجازات، بالذهب. سلام يا الشيب السبوسي، سلام سلام يا مكتوم، يا بن الشيب السبوسي، يا راعي نهب بدون أوامر، العصا في الأبطان بانطلاقة نهب. سلامي على هذا المستوى، سلامي على هذا الأداء والعرض الكبير. مشكور يا السبوسي، مشكور. المركز الثاني كانت سلام صبيح بن سالم بن عوف الغلاني، المركز الثالث خيرة ناصر بن سالم بن محمد الدرعي، المركز الرابع كانت هنالك النشلة مطر مغدير بن محمد المزروعي، والمركز الخامس شعار هادف بن حمد بن عفصان المنصوري على المركز الخامس بانطلاقة وبوصول شواهين على المركز الخامس. كانت هذه النتيجة. العودة إلى التوقيت الزمني، إلى نهب، شعار مكتوم بن الشيب السبوسي،
أول أشواط الإنتاج يغادر مع هذا الشعار الكبير، مع شعار مكتوم بن شيبة السبوسي. يا سلامي على نهب، تخطف ناموس أول أشواط الإنتاج بدون أي أوامر تذكر. سلامي على هذا الأداء، 4:24 ثانية 9 أجزاء من الثانية. سلام يا الشيبة السبوسي، سلام على هذا الفوز المركز الثاني. كانت سلام صبيح بسالم بن عوف الغيلاني على المركز الثاني، والتوقيت 4:28 6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كانت هنالك اللي على المركز الثالث واحد وهي خيرة ناصر بسالم بن محمد الدرعي، 4:29 ثانية 7 أجزاء من الثانية. بالرقم واحد كانت خيرة على المركز الثالث، والمركز الرابع وصولي النشلة مطر بن غدير بن محمد المزروعي، والتوقيت كان 4:30 4 أجزاء من الثانية. والمركز الخامس لحظة الوصول هناك والدخول على المركز الخامس في هذه اللحظات. إذن المركز الخامس في هذه اللحظات شعار